أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد روي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت قال لي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني لا أجد في بدني ضعفا فقلت له وإذك بالله يا أبت بن زوف فقال يا فاطمة وإيتيني بالكسوى اليماني وغطيني به قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكسوى وغطيته به وسرت أنظر إلي وإذا وجهي تلالى نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله صلوات قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قلتين وثمرت فؤادي فقال لي يا أمه وإني أشم عندك رواية طيبة كأني رواية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكسوى وأقبل لتن نحو الكسوى وقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكسوى فقال له نعم قد أذنت لك فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكسوى قالت فاطمة سلام الله علي فما كانت إلا ساعة وذهب ولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رواية طيبة كأني رواية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكسوى فدنا الحسين عليه السلام نحو الكسوى فقال السلام عليك يا جدا والسلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أكون معكم تحت هذا الكسوى فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين فدخل معهم الحسين تحت الكسوى قالت فاطمة عليه السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن الجن عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك رواية طيبة كأني راعية وقي وابن أمي رسول الله فقلت نعم هو ما ولدك نائم تحت هذا الكسوى فأقبل علي عليه السلام نحو الكسوى وقال السلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكسوى قال نعم قد أذنت لك فدخل علي معهم تحت الكسوى صلوا قالت فاطمة سلام الله علي ثم أقبلت نحو الكسى وقلت السلام عليك يا أبتا والسلام عليك يا رسول الله يا تأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكسى قال نعم قد أذنت لك فدخلت معهم تحت الكسى قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكسى قال الله اعلم يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسير إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكسوى صلوات الله اللهم صل على محمد وعليه يقول ثقبت تيت والكرام
में ويقول لك وعزتي وجلالي اني ما خلقت سماء مبنية ولا ارض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري الا لاجلك ومحبة मेरे कैसे दोस्तों बिजी हो قال النبي والذي بعثني من نبی وصفان مل رسولت نجیم ما ذکر قبرنا حاضر فی محفل ممافل آل الارد وفی جمع من شیعتنا ومحبین اللہ ونزلت الاحم الرحمت وفد بهم الملائکت واستغفرت دوم الانیتا وفرقو سلوات اللہ وقال علیون علیہ السلام ایزم واللہ فزن وسودن وکذالک شیعتنا فاد وسط ورب القابت وقال رسول اللہ والذي بعثنا ملك نبي مصطفى من رسالة نجي اما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل آل الارض وفي جم من شيتنا وفي محموم الا وفرج الله وما اول مغموم الا وكشف الله وما اول طالب حاجة الا وقضى الله حاجته وقال علي نظم والله فزنا وسعدنا وكذلك شيتنا فاد واسد في الدنيا والاخرة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك بعقل محمد وأنت المحمود وبعقل علي وأنت الأعلى وبعقل فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبعقل حسن وأنت المحسن وبعقل حسين وأنت قديم الإحسان وبعقل أئمة الست الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام اللهم صل على محمد وآل محمد اے رب جہاں پنجتن پاک صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے کم سن کو ملے ولولے اون محمد ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے جو چادر زینب کی ازادار ہے مولا محفوظ رہیں ایسے خواتین کے پردے مولا تجھے عابد کی اسیری کی قسم ہے بے جرم اسیروں کو رہائی کی قبر دے جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر جو مجلس شبیر کی قاتل ہے وہ گھر دے مفلس پہ ذرو لال جواہر کی ہو بارش مقروض کر قرض ادا غیب سے کر دے غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد یہ سورہ ایک سورہ فاتحہ کا ثواب آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے کل بے صادق صاحب مولانا قاسم صاحب مولانا تقی جناب مولانا صادق سرجی صاحب امیر حسین زبوار حسین اقبال حسین ظفر حسین محمد حیدر پپو بھائی عشرت جہاں بنت نواب صاحب سہیل افتخار واسطوی صاحب قادم حسین صاحب حسن عبدی صاحب مسرت عبدی صاحب قیصر عباس صاحب محسن مہندی صاحب فرمان عباس صاحب مسعد علی صاحب مسعود زیدی صاحب غلام علی صاحب مختار حسین افتخار حسین رضوی توقیر حسین شہزاد مرزا وہ جتنے مومنین مومنات ہیں اور اپنے مرحومین کو اور ہمارے والدین کو آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیں جو چار مومنین ایکسیڈنٹ میں شہید ہوئے تھے ان کو بھی آپ حضرت پڑھ کے بخش دیں